من غير المفاجأة أن يختبر الرياضيون عادة ألماً في الكتف، وخصوصاً أن مفصل الكتف يمتلك مجال حركة أكبر من أي مفصل آخر في جسم الإنسان، والذي يجعله معرضاً دائماً للإصابة. بالفعل دعاء، وأيضاً كبار السن هم أكثر عرضة بعض الأحيان لآلام الكتف المزمنة، وذلك لعدة أسباب وأيضاً عدة عوامل. اليوم رح نتعرف أكثر على أسباب آلام الكتف عن طريق دكتور أحمد عيسى، استشاري جراحة العظام. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير لكم جميعا وللمشاهدين لك. يا هلا فيك دكتور احمد. في البدايه خلينا نعرف ما هي الاسباب او العوامل اللي تجعل كبار السن او الراشدين هم الاكثر عرضه للاصابه باعراض الام الكتف. كما تفضلتي سابقا، مفصل ضعف تبع مفصل الركبة أو الورك، فهذه الشغلات الرئيسية اللي بتخلي هذا المفصل أكثر عرضة للإصابات كطبيعة مفصل بشكل عام. بالمقابل الشغلات اللي بتخلي أخف عرضة نوعا نسبيا هو مفصل حامل للوزن، كمان مقارنة مع الركبة والورك. نحن عم نحكي عن أكبر ثلاث مفاصل بجسم الإنسان. جميل جدا. بالفعل يمكن نحن كأشخاص بالغين دائما معرضين لإصابات الكتف، ولكن الرياضيين هم الأكثر عرضة لهذه الإصابات بسبب الأوزان الثقيلة اللي بيشيلوها أو حتى عدم الإحماء قبل ممارسة الرياضة. احكي لنا عن إصابات الرياضيين فيما يتعلق بإصابات الكتف. تماما، موضوع إصابات الرياضيين بتكون غالبا بسبب احنا بنسميه فرط الاستعمال المتكرر اللي بيؤدي الى رد على المستوى المجهري. يعني انا دائما بضرب هذا المثل لاي رياضي او شخص امامي بحاول اوصل له. يعني الشد على الاربطه الداخليه او على الاوتار داخل مفصل الكتف بشكل زايد عن اللزوم وبالالاف المرات او احيانا قد تصل لملايين المرات بيؤدي الى اهتراء او تاكل هذه المنطقه بشكل اسرع من اللازم. كمان يعني الشغلة اللي بشوفها عند الرياضيين بسبب يعني اللي بيتعرضوا فيها للإصابة بشكل أكثر هو الحماس اللي بيصيبهم خلال اللعب وعملية التسخين اللي بتصير، فبتخليهم فعلا شوي يزيدوا عن قدرة مفصلهم على يعني على تحمل هذا المدى من الشدة أو من التواتر تبع أي حركة معينة. فتمام كمان بسوء يعني بطبيعه الحال كل شيء رياضي بيحمل اوزان معرض لعمليات سقوط او عمليات يعني انه الوزن يروح بجهه وهو جسمه بيروح بجهه ثانيه، فحتى من ناحيه نسبه التعرض للحوادث مثل اللي بيسوق سياره كثير معرض اكثر نظريا على الورق انه يعمل حادث سياره مقارنه مع الشخص اللي ما بيسوق. صح. فنعم هذه هي فرط الاستعمال المتكرر المزمن هو عاده السبب الرئيسي أو كبار السن. بشكل عام عند الرياضيين عدم تلاقي الرياضي بينتبه انه ما عاد عم يقدر يوصل على الاوزان او على التواتر اللي كان يوصل عليه قبل، صار عنده ألم أحياناً عم يضطر يأخذ عليه مسكن، صار عنده غيابات أكثر عن تمرين معين أو حتى عن أيام معينة بالجيم لأنه مش قادر يلعبها. عادة طبيعة الألم عند الرياضيين وعند المسنين بتكون مختلفة تماماً. معظم يعني التشالنج تبع معالجة الرياضيين بتكون إنه هذا الشخص هو عبارة عن شخص وقوي وسليم، خاصة عم بحكي عن الرياضيين اللي بيكون مستواهم شوي عالي. كتفه أحسن من كتف معظم البشر بالحياة الطبيعية، بس مشكلة حياته مش طبيعية، فبيجي بيقول لي دكتور أنا فيني أشيل بنتي اللي عم وزنها 30 كيلو بس لما بروح ما عندي مشكلة، ما عندي ألم بالليل، بس لما بروح على الجيم بتضايق. فهذا إلى عنده ألم شديد بالليل، هذا المارجن اللي نحن بنقدر نلعب فيها المجال للعلاج الطبيعي أو للعمليات إنه تحسن الرياضيين كمان يعني ما أنا سهلة. صحيح. يعني هي إصابات الرياضيين هي سلاح ذو حدين ولازم دائما يكونوا محذرين منها. جميل. طب هلا دكتور احمد نحن بنعرف انه الكتف
عبارة عن عضلات مفصل، أربطة وأوتار. اليوم كيف بيتم التشخيص الصحيح لإصابة رياضي أو أي نوع من الإصابات أو حتى آلام الكتف؟ كيف يتم الفصل في هذه القضية؟ لأنه دائماً نحن نعرف أن الكتف عبارة عن عضلات مع أوتار وأربطة وأيضاً المفصل الأساسي. كيف اليوم فينا نقول أن المشكلة في وتر الكتف أو في مفصل الكتف مش العضلات؟ كيف نفصل بالموضوع؟ كيف نشخصه؟ صدقين الموضوع على فكرة حتى لبعض الأطباء اللي صار لهم 30 أو 40 سنة خبرة أحياناً بيقول لك الفحص السريري مانو كتير نوعي، يعني مانو 100% حساس للخط المرض وتمييزه من مرض لآخر، وأحياناً للأسف ما في مفصل كتف في مشكلة واحدة أو يعني شغلة واحدة خربانة، عادة بتكون في جملة من الشغلات، واللي بيزيد الطين بلة إنه هو الـ MRI على كثر ما إنه دقيق أحياناً بيطالع 4 أو 5 مشاكل، وتعالي لازم الطبيب هون يربط ما بين الموجودات الشعاعية اللي هي صور نتيجة الرنين مع الفحص الفيزيائي للكتف وللقصة المرضية للمريض، وبعدين يوصل يعني الطبيب نوعاً ما بيصير مثل المحقق اللي بيشوف بيدرس كل الاحتمالات وبعدين بيربطها بأكثر مرض سريري بيشبه حالة المريض. ياما يعني وللأسف بنشوف إنه يعني في حالات بتمر من تحت يعني جراحين أنا بعتبرهم أطباء ممتازين بس لأنه ما أعطوا الوقت الكافي لفحص المريض أو إنه والله هذا المريض فلت من بين إيدهم، فهي بدها دقة تشخيصية عالية، بدها خبرة سريرية عالية من الطبيب، والطبيب يكون طبيب ملتزم بجراحة الكتف مش بس من ناحية الأمراض وبالجراحة، طبيب عنده ممارسة يومية وكمان الأشعة الكويسة، والحمد لله هون يعني نحن البلد نوعا ما متقدم بالتكنولوجيا. صحيح، الـ MRI يعني متوافر ومعظم الأجهزة المتوافرة بالبلد أجهزة كلها حديثة دقيقة وعالية الجودة.